السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا ومرحبا بي معكم، وأتمنى أن تكونوا بألف خير. كما وعدتكم في الفيديو السابق، فيديو اليوم سنخصصه للتعرف على طريقة تحميل تطبيقات الأبيكا، وخاصة كيفية تحميل تطبيق جدول الضرب الرائع الذي أخبرتكم عنه في الفيديو السابق. طبعا عندما نقوم بتحميل من بلاي ستور فتحميل التطبيقات يكون بشكل مباشر، لكن عندما نريد أن نحمل هذه التطبيقات من مصدر خارجي فالهاتف لا يتعرف عليها، وبالتالي علينا تتبع خطوات بسيطة لتمكين التطبيق من الدخول إلى الهاتف وتمكيننا من استعماله. طبعا تركت لكم رابط تطبيق جدول الضرب في الفيديو السابق، ما عليكم إلا النقر عليه ليتم تحويلكم إلى المكان الذي وضعت فيه التطبيق واسمه جودا.apk. نقوم بالضغط على هذا المربع الذي أمامنا لتظهر أمامنا تحت تحميل أو تليشارجي. إذا نقوم بالضغط على تحميل وننتظر قليلا حتى يقوم الهاتف بتحميل التطبيق. إذا فيظهر عندنا فتح. إذا عندما نريد هنا فتح التطبيق يخبرنا الهاتف أن إتمام أن التحميل تم توقيفه بسبب أن هذا الرابط غير معروف وقد يشكل خطرا على الهاتف. طبعا هذا بالنسبة لرابطنا فهو مضمون، ليس به أي مشكل. ما عليكم إلا الدخول إلى الباراميتر إلى الإعدادات، وستجدون مربع بالنسبة للمصادر الغير معروفة. نسمح لهذا التطبيق، نضغط على المربع لنسمح للتطبيق بالتثبيت على الهاتف. طبعا هذه العملية نستعملها فقط للمصادر المعروفة، أما إن كان رابط مجهول فلا أنصحكم باتباع هذه الطريقة. إذا هنا نسمح لهذا الرابط بأن يدخل للهاتف، إذا نضغط على أوكي ثم سيقوم الهاتف بتحميل التطبيق. إذا انستالي، نضغط على انستالي. إذا هنا سمحنا بشكل كامل للتطبيق بتحميل بشكل كامل على الهاتف، ثم نفتح التطبيق أوفغيغ. الآن أصبح التطبيق في الهاتف ويمكن لأطفالنا أن يستعملوه بكل سهولة، وأنا أكيدة أنه طريقة ناجعة لتعلم جدول الضرب خاصة عند الأطفال الصغار. إذن أتمنى أن يكون شرح طريقة تثبيت تطبيقات الأبيكا كان واضحا. لو واجهتكم أي صعوبات ما عليكم إلا أن تتركوا أسئلتكم تحت وسأقوم إن شاء الله بالإجابة عليها. لا تنسونا كذلك من ملاحظاتكم ومن اقتراحاتكم من دعمكم للقناة ومن مشاركتها مع أصدقائكم. إلى فيديو آخر، أتمنى لكم كل الخير.